يس نمبر 1 طبعا النص مقسم الى 6 مقاطع، ركزوا معي هلا طلابي، حقرا انا النص ان شاء الله. اوكي اوكي باراجراف 1 المقطع الاول، A king wanted his kingdom. ده طبعا عنوان هو اذا the door الباب. يس A king wanted his kingdom، ملك اراد مملكته. To be famous لتكون مشهورة. For making بصناعة new scientific discoveries، new جديدة scientific علمية، discoveries discoveries yes ما معنى discoveries قبل شوي قلناها؟ اكتشافات. ممتاز excellent اكتشافات تمام اكتشافات اكتشافات علمية جديدة. So he sent his servant، لذا هو أرسل his servant خدمه نعم الخدم. Out خارجا to far away towns، far away بعيدة، towns بلدات، and cities ومدن، إلى بلدات ومدن بعيدة. To look for ليبحث عن the best scientist possible، the best scientist العالم الأفضل possible، يعني هذا العالم مثل ما أن عفوا الملك أراد أن تصبح مملكته مشهورة بالاكتشافات العلمية، فأرسل الخدم ليبحثوا، أرسل الخدم إلى بلدات ومدن بعيدة للبحث عن أفضل عالم موجود. They found the most respected scientists. They found هم وجدوا the most respected الأكثر احتراما الأكثر تبجيلا scientists العلماء العلماء الأكثر احتراما. In the kingdom في المملكة kingdom مملكة. Each one an expert كل واحد an expert ذو خبرة، يعني ما جابوا حي الله عالم أي عالم، جابوا كل واحد an expert خبير ذو خبرة. The king welcomed them to his palace. The king الملك welcomed them رحب بهم to his palace إلى قصره. He said قال As you know كما تعرفون I'm looking for a top scientist أنا أبحث عن إيش top scientist عن أفضل عالم تمام top scientist يعني أفضل عالم. I want him to make exciting new discoveries I want him أنا أريده to make لأن يصنع exciting مثيرة أو رائعة new جديدة discoveries اختراعات جديدة ومثيرة. That will change must be يجب أن يكون imaginative يعني مبدع. لازم هذا العالم يجب أن يتوفر فيه الشروط، هي ثلاث شروط imaginative مبدع decisive حاسم and courageous وإيش وشجاع. إذن ثلاث شروط must be imaginative مبدع يجب أن يكون مبدعا decisive حاسم and courageous وشجاعا. تمام لهون؟ أوكي تمام أستاذ. طيب شو بيصير هلأ بعدين؟ رح نشوف هلأ المقطع الثاني. yes. then the king looked at all the scientists and said من ثم الملك نظر إلى كل العلماء to all the scientists إلى كل العلماء and said قال وقال شو قال لهم you have to prove that you are the right for the job you have to prove يجب إذا have to إن ذكرناه بمعنى يجب you have to prove يجب أن تثبتوا أن تبرهنوا that you are the right person بأنكم الشخص المناسب يعني أنه يكون أو أنت تكون الشخص المناسب for the job من أجل العمل من أجل العمل. The person who does this work will work the person الشخص who does this الذي يقوم بهذا will work سوف يعمل. شو هي الميزات اللي راح يحصل عليها العالم بعد ما ينجح بالاختبار؟ will work سوف يعمل in a fabulous laboratory. Fabulous يعني فخم رائع. Laboratory سوف يعمل في مخبر
فخم with all the books مع كل الكتب راح يأمل له الملك مخبر فخم وكتب with all the books equipment المعدات and riches والأموال أوكي يعني هذا العالم أفضل عالم اللي راح أوكي راح يبقى راح يصير عنده مخبر وكتب ومعدات وأموال أوكي he pointed to an enormous door he pointed أشارة to an enormous door إلى باب ضخم enormous ضخم باب ضخم in the wall في الجدار behind him خلفه which the scientists hadn't noticed حيث العلماء hadn't noticed لم يلاحظوا العلماء وقفاتوا على القصر ما شافوا هذا الباب أوكي ما لاحظوا شو قال لهم الملك this door is the biggest and heaviest door in my kingdom this door هذا الباب is the biggest الأكبر and heaviest والأثقل دور الباب الباب الأكبر والأثقل in my kingdom في مملكتي شو مطلوب منكم you must open it without any help شو قال لهم you must أنتم يجب open it أن تفتحوه without any help بدون أي مساعدة okay without من دون any help أي مساعدة ننتقل للمقطع الثالث the scientist looked at the door in horror the scientists العلماء looked at the door نظر in horror in horror horror يعني في رعب في حالة رعب في حالة خوف How could a single man open such an enormous door? How كيف could يستطيع أو استطاع a single man رجل مفرد open أن يفتح such an enormous door هكذا enormous ضخم دور باب هكذا باب ضخم okay كيف يعني يمكن لرجل واحد أن يفتح باب ضخم It must be as heavy as 100 men لابد أن يكون as heavy as يعني ثقيل مثل 100 men 100 رجل يعني وزنه هذا ما يعادل 100 رجل Some of the scientists immediately said بعض العلماء مباشرة قالوا شو قالوا العلماء We had better go and get all and get our equipment and books my lord we had better من الافضل ان نذهب من هنا نعم من الافضل ان نذهب and get ونحصل our equipment على معداتنا وكتبنا my lord يا سيدي يعني خاطب الملك هلا this problem needs many years of study هذه المشكلة تحتاج إلى سنين عديدة من الدراسة تمام To which the king replied To which إليهم The king الملك replied أجاب شو قال له الملك هدول أول مجموعة من العلماء قالوا له نحن يا سيدنا يا ملك أوكي أيها الملك ينبغي أن نذهب ونحضر المعدات والكتب إلى آخره شو قال لهم You may be decisive But you are not courageous You may be أنتم ربما تكونون decisive حاسمين But you are not courageous لكنكم لستم إيش courageous What's meaning of courageous شجعان أحسنت إذن لكن لستم شجعانا You are not courageous You will have to go back home You will have to سوف يجب أن تذهبوا أو تعودوا سيتوجب عليكم أن تعودوا إلى البيت يعني خلاص أنتوا بمعنى آخر فشلتوا يعني بالاختبار أوكي أول مجموعة العلماء ما مشلت ننتقل للمقطع الرابع paragraph 4 yes The other scientists sat and argued about mechanical theories The other الآخرين scientists العلماء الآخرين سات جلسوا حصلوا ناقشوا نعم وتناقشوا نعم سنت and argued وتناقشوا about mechanical theories
حول الميكانيك والنظريات. نعم الميكانيكي يعني الميكانيكية أو الآلية، theories النظريات، النظريات الميكانيكية أو الآلية. But in the end، لكن في النهاية they got together، يعني اجتمعوا سوية. نعم اجتمعوا سوية and told the king، وأخبروا الملك. شو قالوا له للملك؟ It's impossible my lord، It's impossible my lord، إنه من المستحيل يا سيدي. You should employ all of us to work on this problem. شو قالوا له؟ You should، ينبغي. طبعا هم ما بس يقولوا له you must، يجب أو have to، يعني عم يخاطبوا الملك بطريقة النصيحة، يعني يقولوا لي you should، ما بيقولوا must أو have to. تمام؟ You should employ، ينبغي and employ all of us، أن توظفنا جميعنا to work on this problem، لنعمل على هذه المشكلة. أوكي؟ لنعمل يعني نشتغل كلياتنا على هاي المشكلة with all our brains together، مع كل عقولنا سوية، نجمع كل عقولنا أدمغتنا سوية. We ought to be able، نحن ينبغي أن نكون قادرين to open the door، بالتالي ينبغي أن نكون قادرين على فتح الباب. yes. To which the king replied، إليهم الملك أجاب. شو قال له الملك بالنسبة للمجموعة الثانية؟ هلأ عم نحكي من العلماء. You may be clever but you are not imaginative. شو قال لهم؟ You may be clever but you are not imaginative. نعم أنتم ربما تكونون أذكياء لكنكم لستم مبدعين. نعم مبدعين، imaginative مبدعين تماما. ربما تكونوا أذكياء لكن لستم مبدعين، لستم واسعي الخيال. imaginative يعني واسع الخيال أو مبدع. You will have to go back home too. You will have to go back home too. نعم يجب أن تعودوا إلى المنزل أيضا. أوكي المقطع، ننتقل المقطع الخامس، paragraph 5. Now, الآن، there was only one scientist left. كان يوجد فقط عالم واحد. متبقي. left يعني متبقي، يعني بقي شو؟ عالم وحيد، آخر عالم. نعم أستاذ، بلا مقاطعة على حديثك، بس معلش في شخص عم يحكي معك ما عم نفهم عليك. نعم طيب نحن هلا عم نشرح مين وبس عم بيساعد بالترجمة أحيانا المشاركة. طيب صوتي واضح تمام هيك يا غزالة؟ أستاذ تمام يعطيك. أستاذ واضح. طيب ما في مشكلة، هلا الدرس القادم إن شاء الله كلكم رح تقرأوا، بس هلا نحن مشان الوقت لأن النص صراحة طويل. أستاذ هلا قريت يعني بيكون أفضل. أستاذ يعني إذا نحن رح نقرأ ما رح يخلص الدرس وما رح نفهمه. تمام نحن مشان ننهي الدرس، لذلك عم بقرأ لكم إياه، والدرس القادم أنتم بتكونوا حضرتوا أكثر وحضرت الوظيفة إن شاء الله. الآن المقطع الخامس. Now there was only one scientist left. الآن there was، كان يوجد، only، فقط، one scientist، عالم واحد، left، متبقي، يعني بقي عالم واحد فقط. The king asked him to give his opinion. الملك asked him، سأله، to give his opinion، أن يعطي رأيه. He quietly، شو سوى هذا العالم، آخر عالم؟ He quietly، هو بهدوء، went to the door، ذهب إلى الباب. نعم، he examined it، هو تفحصه، تلمسه. لا مو تلمسه، examined it يعني فحصه. فحصه أستاذ يعني فحصوا انه اذا بيفتحوا ليه؟ لا تماما يعني تقريبا examined it يعني تفحصه closely، عن قرب، قرب من الباب يعني. اوكي خطا باتجاه الباب. he measured it، شو كمان اشتغل؟ he measured it على نقاط، يعني بمعنى قاسه، اخذ شوي مقاس وهيك حجمه وكذا. اوكي قاسه، measure هو جاي من قياس يعني يقيس، قاسه. he tapped it، tapped it يعني بمعنى
نقره بخفة يعني تمام، نقره هيك نقرة صغيرة يعني تمام، يعني بمعنى ربته. تاب هو له معنى فصيح يعني، هذا الفعل باللغة العربية بمعنى ربته يعني يضرب. سيد علم إذا كانوا عم يدق عليه. تماما، دقة خفيفة. إذن ربته أن طرجت إيد وتلمسه. نعم، هلا هون إيش آخر شيء؟ طرجت إيد طرج يعني لمسه، ولمسه آخر شيء تمام، لمسه حط إيده يعني على الباب. فاينالي أخيرا هو he took a deep breath. هو آخر took a deep breath. شو سوى؟ أخذ نفسا عميقا. took أخذ a deep breath. deep عميق، breath نفس عميق. أخذ نفسا عميقا. and pushed the door gently. شو سوى؟ ودفع الباب. نعم، ودفع الباب gently. gently يعني بلطف. تمام، gently بلطف. yes. it opened easily. it opened، إنه انفتح easily بسهولة. الباب انفتح بكل سهولة. هذا الباب الثقيل، أثقل باب وأضخم باب، انفتح بإيش؟ بسهولة. door slightly open. خيلي هون الخداع هلأ. the king، الملك، had left، ترك، left الماضي من leave هو leave، left فعل شاذ. had left، ترك the great door، الباب العظيم، slightly قليلا open مفتوحا، يعني تركه هيك مفتوح قليل تمام، يعني صغير. and the other scientists hadn't even noticed، والعلماء الآخرين hadn't لم even noticed لم يلاحظوا، ما لاحظوا هذا الشيء، لم يلاحظوا، عطوا أحكامهم إيش بدون ما يتفحصوا الباب وبدون أي شيء. أوكي طيب، أوكي المقطع الأخير هلا، المقطع السادس. at last أخيرا I have my scientist، أنا لدي عالمي تمام، أمتلك عالمي. exclaimed the king، صرخ الملك إنه الملك انبسط هون تمام، تفرح قال إنه آخر شيء يعني وجدت عالمي تمام، وجدت العالم اللي عم ابحث عنه. اوكي العبرة هلا بهاي القصة كلياتها، هاي اللي بدنا نقرأها هلا. success in life، النجاح في الحياة، depends on five things، depends يعتمد on five things، على يعتمد على five things، خمسة أشياء. إذا depends يعتمد on five things، على خمسة أشياء. شو هي الأشياء الخمسة؟ you must depend، يجب أن تعتمد on your senses، على حواسك. to understand the world، لتفهم العالم. إذا أول أمر يجب أن تعتمد على الحواس لتفهم إيش؟ to understand the world، لتفهم العالم، تستخدم كل حواسك. أوكي number two أو البعض. You mustn't make false assumptions. You mustn't، لا يجب make أن تقوم نعم أن تصنع قرارات false assumptions، false قرارات خاطئة. لا طول بالك لبعدها يا أستاذ، ما عرفنا إيش بالأخير. وصلنا هلا للسطر الرابع. You mustn't، لا يجب false assumptions، أن تعمل false assumptions، افتراضات خاطئة تمام، افتراضات خاطئة يعني واحد يبني نجاحه على افتراض خاطئ ماشي، يعني شيء خطأ. اوكي هذا الشيء ما لازم واحد يفكر فيه اذا طبعا كان بدي يحقق النجاح. اوكي اللي بعده. you must make difficult decisions، يجب ان تعمل difficult decisions، قرارات صعبة أو تتخذ قرارات صعبة. طبعا دراسة التاسع مو أمر سهل، أمر يعني صعب، لكن هو بنفس الوقت في نتيجة حلوة تمام، البكالوريا الكذا، لكن إذا في يعني قرار، هذا نسميه قرار صعب. أوكي طيب. you must be courageous you must be courageous، يجب أن تكون شجاعا. بدي يحقق النجاح ما بيصير يكون عنده يعني خوف أو كذا،
تمام؟ يجب أن يكون شجاع. You must be courageous. يجب أن تكون شجاعا. أخيرا and you mustn't be afraid to make mistakes. آخر شيء يعني إيه والمشكلة إذا واحد أخطأ يعني؟ يعني بمعنى آخر you mustn't عبيقول and you mustn't ولا يجب be afraid أن تكون خائفا to make mistakes لارتكاب الأخطاء. يعني أنت مثلا صار معك مشكلة أو كذا بالدراسة بأي شيء ما في مشكلة يعني أوكي no problem don't worry أوكي ما لازم تخاف من ارتكاب الأخطاء. وبيقولوا كمان اللي ما بيخطأ ما بيتعلم ما هيك؟ هيك بنكون انتهينا نحن من القصة من النص.